عليكم، أتمنى أحوالكم تكون طيبة. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم تجربة ديال سبور، يعني بغيت نتكلم معكم على الفوائد ديال الرياضة، خصوصا بالنسبة لنا حنا النساء، وبالأخص سن 30. أنا صراحة سنين طويلة وأنا يا كندير سبور، ولكن الديفو اللي فيا أنني غير منضبطة، كندخل كنخرج، ما كيكفينيش الوقت مع الوليدات ومع الخدمه. ولكن هاد المره جي بخي ديسيزيون فينال بانه صافي سبور ما بقيش غادي نقطعو، وراه وليت شوها واد، زدت في الوزن الغولد، اما الكرش اللي شافني يقول لي اختي شحال من شعر عندك، فضيحه فضيحه. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتكلم لكم على المنافع ديال الرياضه، وعلاش حنا العيالات خاصنا نلتزموا بها، وغادي نتكلم حتى على لاصال اللي كنتريني فيه انايا هنا في بوجدور. صراحه انا بزاف ديال لي صال دوزتهم، ولكن هذا هو اكثر صال صراحه ارتحيت فيه بزاف. اول حاجه بس غادي ناكد عليها ان الرياضه كتخليك تحصل على جسم متناسق، كيزيد في الجاذبيه ديالك وكيزيد حتى في انوثتك وجمالك، بلا ما نتكلموا على تحسين الدوره الدمويه، تقويه ديال المناعه، وحمايه الجسم من الامراض. صراحه سبور شي حاجه اللي خاصها تكون في ثقافتك اليوميه. الرياضه كتساعد على حرق الدهون اللي متخزنه في بعض المناطق، وكتخليك حتى تخلصي من السمنه الزائده. حتى بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من نحافه شديده، فالرياضه كتفتح الشهيه وكتخليك ديما تحسي بالجوع، خصوصا بعد الحصه ديال الرياضه، وبالتالي راه كتاكلي مزيان وكيتزاد الوزن. اختي باش نتكلموا في الصح والمعقول، الرياضه راه شي حاجه مهمه خاصها تكون في القاموس ديالك، كتقي الجسم ديالك من امراض خطيره بحال الهشاشه ديال العظام، بحال المشكل ديال السكر والضغط، راه الطونسيون ومرض السكري راه شي حاجه لا يستهان بها. الصحه راه هي كل شيء. نهار تخطانا هاد الصحه راه ما غنقدو لا على خدمتنا لا على ديورنا لا على ولادنا لا على مسؤوليات الحياه، راه المراه راه فعلا هي كل شيء في هذا المجتمع. اكيد حتى الراجل عنده واحد الدور كبير في الاسره، ولكن المراه راه هي اللي كنقولوا هي العماد ديال هذوك الاسره. شوف غير في المرض، المراه كتلقاها مريضه كتموت وتنوض وتشقى وتقابل الدراري، والراجل يضرو على صبعو ينعس لك يقول لك انا مريض ما يتحركش من بلاصتو. وعاد زيد حاجه اخرى، ان الرياضه كتنشط خلايا العقل وكتحسن النسبه ديال الذكاء وكتزيد في القوه والنشاط ديال الذاكره. ثلاثة الحصص في الأسبوع لو أن أي إنسان يقدر أنه يلتزم بها، يعني مدة ساعة ساعة وربع ساعة ونص في كل حصة، أنه بنادم يعرق ينشط يحرك الدورة الدموية، راه فعلا خاصنا ننظم وقتنا على حسب الأولويات ديالنا، وصحتنا راه من الأولويات. اختي نقص شوية من داك الوقت اللي كدوزيه في المسلسلات واللي كدوري فيه في السويقة، تخرجي جيبي اللي خاصك واللي ما خاصك، وخاص واحد شويه الوقت لصحتك، راه صحتك هي اللي غتنفعك. بغيت في هذا الفيديو البنات نشجعوا بعضياتنا على الحاجات الايجابيه اللي خاصها تكون في حياه كل مراه، لا من ناحيه الرياضه، لا من ناحيه الدين، لا من ناحيه تربيه اولادنا، اي حاجه فيها المنفعه. اكثر سال دو سبور انا ارتحيت فيه وعجبني هو لا سال ديال فدوه، راه كاين في الخير، زوين صراحه، الجو زوين، المدربه زوينه، وكاين لومبيونس. واخر حاجه غادي نقولها لكم البنات باش غادي نختم الفيديو ديالي، العقل السليم في الجسم السليم. بالنسبه لي انايا ما كنخدمش غير هادشي ديال الحديد وهذا، فكنخدم هادشي ديال الايروبيك، كنحاولوا اننا نديروا شويه ديال الزومبا مع شويه ديال هاد لي موفمون، داكشي اللي خاصنا كنديروه، كندير شويه السكواش، كنديروا داك الحركات ديال الكرش، وهذوك هما اللي كيجوني صعب. راش غادي نقول لكم، لان السفل ما عنديش، دابا كنحاول انني نخدم على السفل، انني نربي باش يولي عندي داك النفس الطويل في السبور، لانه فعلا الزياده في الوزن وليت الحاج يعني. اش غادي نقول لكم، لاصال من بين الامور اللي خاص المراه تفكر فيها. نظمي وقتك اختي، نظمي وقتك، عندك دارك، عندك ولادك، عندك خدمتك، ولكن عندك صحتك. صحتك راه مهمه بزاف، اذا كان صحتك ماشي هي هذيك، راه لا غتقدري تخدمي ولا غتقدري تكابري داركم الفو، ولا غتقدري تعطي وقتك وخاطر لولادك. شوفوا ابار الايجابيات ديال السبور، ديال اننا كنحرقوا الدهون، على لا سيركيلاسيون، كندويو على الدوره الدمويه، بلا ما ندويو على اننا كنحيدوا الكرش، كان بزاف الامور الايجابيات، ولكن شغل الطاقه السلبيه والله العظيم الا كنهبطوا
كان ديشارجاو من داك الطاقه السلبيه، كتنشطي مع البنات، كتضحكي، كتجري، كتفوجي. بحال دابا نهار السبت ولا بحال هكا في الاخر ديال الحصه كنديروا شويه ديال لا دونس، كتنشطي، كتحسي براسك انك كتخرجي كديفولاي، انك كتخرجي ديفولاي. بالنسبه لهنايا الماتيريال كاينين شي حوايج كنديرهم، كاينين شي حوايج ما كنديرهمش، لان كيف قلت لكم انا ماشي مواظبه، ماشي بونكتويال، ولكن فالمهم كنحاول انني بالمساعده ديال المدربه وداكشي كيورونا هادي كيورونا هادي كيورونا هادي. فالمهم انا خديت ديسيزيون فينال بانه ان شاء الله السبور ما بقاش غادي نوقفو ديفينيتيف، لانه فعلا العقل سليم في الجسم سليم، واذا كان الجسم ديالك معافى فراه غادي تكون عندك الطاقه انك دير اي حاجه في الحياه. يلا نخليكم على خير. من بعد غادي نشوفوا القضيه ديال السيستيم اليمونتير اكيليبري، من بعد غادي نشوفوا القضيه لانه خاصنا جهاد النفس، خاصنا الجهاد وما ادراك ما الجهاد. يلا الى اللقاء. توازن اختي في الحياه شي حاجه زوينه، وازني ما بين دينك، صلاتك، وليداتك، خدمتك، صحتك، تقفي عقلك، قراي، فهمي الحياة كيفاش غادية، نفعي راسك وتنفعي بها حتى وليداتك والمجتمع.